الاتجاه عنده ممتاز، كرة أمامية مفيش أوفسايد، انفراد 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 إدميلسون، وأول أهداف اللقاء. نعم أول أهداف اللقاء، تمريرة من مؤيد حسن وانطلاقة من إدميلسون يسجل ثالث أهدافه هذا الموسم وخامس أهداف الغرافة ليتقدم الفهود بعد أربع دقائق فقط بأول الأهداف. تكلمنا عن إن في مشاكل في هجوم نادي الغرافة ولكن تم علاجها بهذا البوزيشن الجميل لرأس الحربة إدميلسون وتمريرة ممتازة رغم إن هو صبر عليها واستنى واتأنى بعد تمريره ممتازه من مؤيد حسن، كانت المطارده من بنسون ولكن في الوقت المناسب إدميلسون